ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور ماجد عسيلي من وزارة الشباب. دكتور، بعد التحية والشكر لكم على هذه البطولة وأهميتها وتفاعلها خلال الشهر الفضيل. دكتور، احكي لنا عن آخر أخبار هذه البطولة، آلية التسجيل، الفرق الشعبية، هذه بتهم كل لاعب كرة قدم بجوز موجود على 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 أرض المملكة الأردنية. حبيبي الأستاذ أحمد الغالي الزميل العزيز، أول شيء بنحب باسم وزارة الشباب انه نعيد على جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني، ونتمنى له بطولة العمر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعلى ولي عهده الأمين وعلى الشعب الأردني بشكل عام. كما أشرت أخي أحمد، أصبحت البطولة الرمضانية الشبابية للفرق الشعبية هي الصمة السائدة لأبرز نشاطات وزارة الشباب، واللي كان خلال لسنوات طويلة فترة شهر رمضان هي فترة ركود وخمول بالنسبة على صعيد البرامج. صحيح. لكن خلال السنتين الأخيرتين توجيهات من دولة رئيس الوزراء أصبحت هذه البطولة هي شعار وزارة الشباب من أجل الحفاظ على صحة الشباب وإبقاء الأجواء الترفيهية والرياضية والصحية على مدار عام، خاصة في هذا الشهر الكريم. حقيقة هذه هي البطولة الثانية، تتذكر أخي أحمد مثل هذا الوقت من العام الماضي كنت يعني في استوديو المجلة الرياضية تحدثنا عن البطولة الأولى واللي كان فيها تحدي إنه نوصل لألف فريق يشارك فيها. نعم صحيح. يعني تحقق ذلك، ومن ثم تم إقامة بطولة صيف الأردن وشارك فيها 900 فريق في شهر آب من العام الماضي، وبطلب من دولة رئيس الوزراء، وأيضا نتيجة التفاعل الكبير اللي كان عم بيحصل بالميدان بكل ألوية محافظات المملكة. نعم. وجهات المعالي الوزير أنه نكون قيم البطولة الرمضانية الثانية. أطلقنا الرابط التسجيل مساء يوم أمس، وبدأ التسجيل فعليا على الرابط المخصص، والعدد المستهدف من 800 إلى 900 فريق من خلال 51 لواء. المستوى الأول، تذكر أخي أحمد أن إحنا بنخوض مباريات في 51 لواء بنفس التوقيت، وأبطال الألوية بيلعبوا على ألقاب بطولة المحافظات، ومن ثم المرحلة الأخيرة راح تكون إن شاء الله جميل. في آخر شهر رمضان اللي هي قدوم أبطال المحافظات إلى العاصمة. طيب. دكتور عمان وخوض المنافسات. دكتور ماجد، بقي أن نشير أن انطلاق البطولة والتسجيل. أيوة. التسجيل انطلق ويستمر حتى 20 آذار من الشهر الحالي لمدة 10 أو 11 يوم، ب 23 أول يوم رمضان إن شاء الله إذا صادف يوم 23 آذار هو انطلاق الفعاليات البطولة، وينتهي دورنا أول يوم 30/3، الدور الثاني بطولة المحافظات من 1-6/4، والدور النهائي من 10-17/4. سيدي، بنتمنى لك التوفيق، واحنا من خلالك بندعو الشباب الفرق الشعبية تسجل في هذه البطولة. هدفكم تتجاوزوا الألف فريق إن شاء الله شعبي في هذه البطولة أبطال المحافظات، واحنا معكم، وفكرة رائدة، وإن شاء الله بنتمنى لها النجاح في خلال شهر رمضان المبارك. شكرا. احنا يعني دوركم بالتأكيد لا يقل عن دورنا حقيقة. أنتوا العام عجبنا. الماضي في بطولة صيف الأردن خلال العام الماضي كان لكم دور كبير في ترويج للبطولة وإنجاحها، وأنتم كنتم ذراع أساسي في نجاح هذه البطولة. كل وسائل الإعلام الرياضي حقيقة يعني ما قصروا معنا، وبنتمنى إنه إن شاء الله إنه السنة هاي تتكرر نفس التجربة نفس النجاح. أنا كنت أتمنى تكون معي بالاستوديو بس الظروف ما أسعفتنا دكتور. إن شاء الله مستمرين وبنشوفكم في هذه البطولة، البطولة اللي بتهم كل 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 جزء لاعب كرة قدم ليس محترف، حتى اللاعبين الهواة والفرق الشعبية. طبعا أشكرك دكتور ماجد عسيلة كان معنا عبر الهاتف.